به عسلامة، مرحبا بك في الفيديو هذه. باش تشوفوا معايا ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير بور. اش معناتها ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير؟ معناتها باش تخسر فوليوم من ليكيد اكسترا سيلولير البرة من لي سيلول نتاعك. هذا هو اش معناتها به. دونك هوني خديت موديل للفوليوم اللي وسط بدني مثلا. هوني عندي اربع كروات اللي هما يمثلوا مثلا 4 لتر نتاع ماء. دونك هذم جوست نوامر من الخيال اللي صنع الفيديو هذايا. دونك في كل لتر نتاع ماء، في كل كرو ازرق، فما 5 كعبات صوديوم. ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير بور معناتها باش نخسر طرف من الفوليوم نتاعي. دونك هذا نقولوا كرو ازرق باللي كونستيتيون اللي فيه، بالصوديوم اللي فيه. دونك هذا شنو معنى كلمه بور؟ كلمه بور معناتها ما فماش فارياسيون نتاع الصوديوم، باش نخسر قد الماء قد الصوديوم. دونك اوتوماتيكمون كي نزيدو كلمه بور اش معناتها؟ معناتها راهي الناتريمي باش نلقاها نورمال. هذه هي باه. دونك هات نمشيو نشوفو لي سيني ولي سامبتوم نتاع هاد ديزيدراتاسيون. لكن قبل ما نشوفوها نذكرك بالريبارتيسيون نتاع الماء في البدن نتاعنا. نذكرك انه لي دو تيير نتاع الماء موجود وسط لي سيلول السيكتور انترا سيلولير، والباقي لو ان تيير موجود برا من لي سيلول اللي هو السيكتور اكسترا سيلولير. ونذكرك انه هالسيكتور اكسترا سيلولير نقسموه لزوز بلايص. البلاصه الاولى هي البلازما اللي هي البارتي ليكيد نتاع الدم اللي هو يمثل الربع نتاع السيكتور اكسترا سيلولير. ثلاثة ارباع الباقين اون فات يمثلوا الليكيد انترستيسيال. به دونك في ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير هالبلازما وهالليكيد انترستيسيال الزوز باش ينقصوا. دونك افكتيفمون هذا الفينومين اللي باش تحصلوا عليه. به دونك اذا كان نقص الليكيد انترستيسيال شنو باش يصير؟ فما حاجه نسميوها البليكوتاني، هو لو فات انك تقرص الجلده تو سامبلومون تقعد في بلاصتها. على خاطر هيك الليكيد انترستيسيال راهو لازم للإلاستيسيتي نتاع البو، ترجع لبلاصتها كيلاستيك. به دونك هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي تجي نتاعها هي اونفونسمون نتاع الجلوب اوكولير. دونك العين اللي هي العين ليكيد انترستيسيال، دونك اون فوا باش ينقص منها هالليكيد هذايا باش الفوليوم نتاعها ينقص. دونك باش تدخل لداخل بالدرجه نتاعنا باش يترى انه العيون محوقين. هذا شنو باش نقولوا به. دونك هذه حاجه ثانيه. دونك الحاجه الثالثه اللي باش نراها هي عندها علاقه بالنقص نتاع البلازما. اذا كان البلازما باش ينقص شنو باش يصير؟ عندي حاجه نسميها الايماتوكريت. نعرفوا انه الدم متكون من دو بارتي اللي هي البارتي سيلولير نتاع الجلوبول روج والبارتي ليكيد اللي هي البلازما. الايماتوكريت هي البورسونتاج نتاع الجلوبول روج بارابور للدم كامل، للتوب كامل في الحاله نتاعنا. اذا كان عندي ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير الفوليوم نتاع البلازما باش ينقص. دونك اوتوماتيكمون الايماتوكريت اللي هي البورسونتاج نتاع الهالجلوبول روج باش يزيد. دونك هذه هي شنو الفكره. كيف باش تلقى انه لو بروتيدامي، دونك لي بروتيد في البلازما باش يتزادوا. دونك علاش؟ على خاطر تو سامبلومون ولاو كونسونطري في فوليوم شويه. هذه هي شنو الفكره. باه دونك حاجه اخرى، اذا كان البلازما نقص، البلازما هو اون فيت يمثل لك الفوليوم اللي موجود في لي فيسو نتاعك. دونك اوتوماتيكمون اذا كان البلازما نقص التونسيون ارتيريال باش تنقص. باه شكون الاورغان اللي يتاثر باش بالتونسيون ارتيريال؟ هو الران. دونك اوتوماتيكمون البرفيزيون نتاع الران باش تنقص، اللي هو ينجم يعطيك اون انسيفيزونس رينال فونكسيونيل. اش معناتها فونكسيونيل؟ معناتها الران لاباس اما البرفيزيون نتاعو نقصت. هذا اش معناتها؟ به دونك الران شنو باش يعمل في الحاله هذه؟ باش يخدم السلاح السري نتاعو كما نقولوا، اللي هو الرينين انجيوتونسين الدوستيرون السيستم هذايا. دونك واحد من لي زيفي نتاع السيستم هذايا هو انه باش يطيح في الديوريس. دونك باش نحاولوا نخرجوا اقل فوليوم. وحاجه اخرى انه لي زورين باش يخرجوا كونسونطري. دونك هذوم لي زيفي نتاع هالسيستم هذايا. باه دونك هذه حاجه باش تراها عند الباسيون نتاعك. نمشي ونشوفو توا بالضبط هالسيستم هذايا كيفاش باش يخدم. دونك هوني عندي دي تيبول رينو. دونك هوني اون فيت احنا في التوب كولكتور. هوني عندي الفيسو اللي هو باش نعملو فيه الريابسوربسيون.
دونك باللي في نتاع الالدوستيرون شنو باش يصير؟ هو انه باش نريابسوربيو الان بلس وباش نسكريتيو يا اما الكا بلس يا اما زاد الهاش بلس. اون فيت هالسكريسيون نتاع الهاش بلس اللي حكيت عليها باش يعطيني اون الكالوز ميتابوليك سميها دو كونتراكسيون. اش معناتها الكالوز ميتابوليك دو كونتراكسيون؟ هو فينومين يصير كي عندي كونتراكسيون تاع الفوليوم بتاعي معناتها ديزيدراتاسيون اكستراسيلولير وين باش تصير لي الكالوز بالميكانيزم هذايا. دونك واحده من الحاجات اللي تفسروا هو الميكانيزم هذايا لو فيت انو الالدوستيرون تخليك تري ابسوربي كعبه ان بلس وتسكريتي كعبه ك بلس والا كعبه هاش بلس. باهي تو تخيل في البيلون اورينير شنو باش تلقى اذا كان الالدوستيرون خدم؟ شنو باش تلقى؟ باش تلقى انو الناتريوريز باش تلقاها طايحه على خاطر الالدوستيرون تخليك تري ابسوربي الصوديوم. وباش تلقى انو الرابور انا بلس اورينير على الكا بلس اورينير انفيريور ا 1. علاش؟ على خاطر الانا بلس شويه افكتيفمون هذا اللي قلناه والكا بلس في الاورين باش نلقاوها برشا خاطر قاعد السكريتي في لي زوري. دونك افكتيفمون الرابور باش نلقاوه طايح. اذا كان قيت لي دو كاركتيرستيك هذوما تجم تقول انو الريبونس رينال مريقلة. اش معناتها الريبونس رينال مريقلة؟ معناتها الالدوستيرون قاعد يخدم كونفونابلومون ما عندوش مشكله. به اذا كان ما قيتش الزوز حاجات هذوما راهو عندي الريبونس رينال خايبه، راهو السبب نتاع المشكل نتاعي هو را. دونك لي زيتيولوجي نتاع ديزيداتاسيون اكستراسيلولير نقسموهم ريبونس رينال مريقلة وين عندي هذوما وريبونس رينال ما هيش مريقلة اذا كان ما عنديش هذوما. به دونك توا باش نبداو باللي زيتيولوجي وين الريبونس رينال باهيه اللي هي مره اخرى ناتريوريز طايحة والرابور انا بلس سور كا بلس اورينير باش تلقاه طايح. به دونك شنو هما لي كوز باش تلقاهم اكسترا رينو؟ دونك مثلا فوميسمون دياري مثلا، دونك بونكرياتيت والا بيريتونيت والا زادا دونك اوكلوزيون انتستينال. لي تروا كوز هذوما يعطيو حاجه نسميوها تروازيام سيكتور، معناتها انه يتخلق لك بلاصه وسط بدنك اللي هي تجبد الماء. مثلا في البنكريا في البنكرياتيت البنكريا يولي يتعبى بالماء، دونك يولي كيما نقولوا دبو نتاع ماء اللي هو باش يعطيك ديزيدراتاسيون خاطر الماء ما تستحقوش في البنكريا نتاعك تستحقه في ليفيسو نتاعك. هذه هي شنو هي الفكره. به دونك الحاجه الثالثه الاخرانيه عندي الايبر سوداسيون اذا كان واحد يعرق برشا. به دونك هذم لي كوز اللي هما كيما تلاحظ ما عندهمش علاقه برا، ودونك بالريبونس رينال باش تلقاها مريقلة هكا الالدوستيرون باش يخدم. باش نمشيو توا وين عندي الريبونس رينال خايبه. دونك اش معناتها الريبونس رينال خايبه؟ معناتها انه قاعد نخرج في برشا صوديوم من في الليزولين والرابور انا بلس سور كا بلس دونك سوبيريور ا 1. هذه هي شنو الفكره. به دونك وني نتذكروا الراش يعمل الران، نذكرك انه هو شنو قاعد يعمل. فما فلتراسيون تاع البلازما وين البلازما يتعدى من غير بروتين، بعد عندي فينومين تاع ريابسوربسيون. اون فيت اغلبيه البلازما اللي فلترته باش يرجع للدم. اذا كان بالطبيعه عندي فينومين اللي هو باش يعطل هالريابسوربسيون، اذا كان ما صارتش الريابسوربسيون هالليكيد الكل باش تخسرو بار فوا رينال، وهذا افكتيفمون كيفاش تعمل ديزيدراتاسيون بار فوا رينال. دونك لي زيتيولوجي نتاعنا الكل باش يبلوكيو الريابسوربسيون. اول ايتيولوجي وابسط ايتيولوجي اذا كان التريتمون با دي ديوريتيك، لي ديوريتيك افكتيفمون يعطلوا الريابسوربسيون نتاع الصوديوم ونتاع الماء. دونك افكتيفمون تنجم تتحصل على ديزيدراتاسيون اكسترا سيلولير. الحاجه الثانيه اذا كان عندي حاجه نسميها اوزموتيكمون اكتيف، معناتها عندها بوفوار اوزموتيك، معناتها تجبد الماء. دونك الحاجات اللي هما عندهم بوفوار اوزموتيك اون فيت يعطلوا الريابسوربسيون نتاع الماء ونتاع الصوديوم زادا. دونك ينجموا يعملوا ديزيدراتاسيون اكستراسيلولير بور. دونك دي زيكزومبل نتاع حاجات اوزموتيكمون اكتيف مثلا دونك لو جلوكوز في الديابيت. دونك في الجلوكوز في الديابيت باش نخرجوه برشا بارفارينال، هذه حاجه نسميها الجلوكوزولي. وزاد المانيتول اللي هو تريتمون نستعملوه مثلا في الايبرتونسيون انتراكرانيه. به دونك هذا دو زيكزومبل. دونك حاجه اخرى باش نحكي عليها في الايبركالسيمي.
دونك اون فيت نذكرك بحاجه في الفيزيو هو انه في الاونس دو اونلي اون فيت في البرونش اسوندونت نتاع الاونس دو اونلي هوني نعملوا ريابسوربسيون تاع برشا حاجات الان بلس كا بلس سي ال موا مي زيد نعملوا ريابسوربسيون تاع ليغا كاتيون دي فالون معناتها اللي عندهم دو شارج بوزيتيف مثلا سي ا دو بلس ام جي دو بلس باهي دونك اون فيت هيبركالسيمي ش عندها افي انو تستيمولي ريسبتور في هالبرونش اسوندونت اللي هو يبلوكي الحاجات هذوما دونك افكتيفمون الهيبركالسيمي تحاول تعطل الريابسوربسيون تاع الكالسيوم باش نحاولوا نقصوا في الكالسيمي دونك هذايا سي تان فينومين في الفيزيو سير باهي دونك المشكله نتاع الشيء هذايا انو اذا كان ما تريابسوربيش الصوديوم ولا سيل موا اللي هو الملح اوتوماتيكمون باش يجبدوا الماء معاهم وباش تعمل ديوريز دونك باش تقوى ديوريز افكتيفمون هذا علاش الهيبركالسيمي تجم تعطيك ديزيداتاسيون اكسترا سيلولار دونك دي كوز اخرين دونك اذا كان لي تيبول ماتوا دونك اذا كان توفاو نيكروز تيبولار ايغو ما يجموش يخدموا خدمتهم اللي هي ريابسوربسيون تاع الصوديوم وتاع الماء اذا كان كيف كيف لي تيبول فيهم انفلاماسيون دونك نيفريت تيبولو انترسيسيال دونك هذم كلهم دي كوز نتاع دونك انه لي تيبول ما يخدموش وباش يعطيوني ريبونس رينال خايبه وافكتيفمون هذا شنو باش يصير وهذه سيونس يوما ان شاء الله كون عاونتك.